اهلا وسهلا بكم عزيزاتي طالبات مدرسة المجتمع الخاصة بنات طالبات الصف السابع. معكم معلمة العلوم أستاذ سمير رمضان. لقد انتهينا من دراسة الوحدة الأولى، والآن سوف نقوم بدراسة الوحدة الثانية الخلايا، الدرس الأول كيف نستخدم المجهر الضوئي. وعنوان درسنا اليوم هو المجهر. أهدافنا لدرس اليوم، أتوقع منك عزيزتي الطالبة في نهاية الدرس أن تكوني قادرة على أن تذكري وظيفة العدسة، توضحي الأجزاء الأساسية للمجهر، تحددي آلية استخدام المجهر الضوئي. نشاط ذهني عزيزتي الطالبة، هل تتوقعي أنه يمكن رؤية الأجزاء الداخلية للنبات بالعين المجردة؟ إذا كان لديك مجموعة من النباتات كما تشاهدين، هل تستطيعي رؤية ما بداخل هذه الأوراق أو السيقان للنبات؟ إذا أردت استخدام وسيلة ما لتساعدك على ذلك، أي من الوسائل المعروضة أمامك سوف تساعدك؟ بالطبع عزيزاتي، لقد قمنا من قبل بدخول المختبر وتعرفنا إلى هذه الأجهزة المعروضة أمامكم، فسوف نستخدم العدسة أو المجهر لتكبير الأشياء الصغيرة. ومن خلال درس اليوم عزيزاتي الطلبات سنتعرف على استخدام العدسة والمجهر. هيا نتعرف أولا على العدسة من خلال النشاط الافتتاحي صفحة 64. العدسة المعروضة أمامكم عزيزاتي الطالبات، أريد منك أن تحددي أين تقومي برؤيتها ومن هم الأشخاص الذين يستخدمونها. فكري عزيزاتي الطالبة، بالفعل سوف نرى هذه العدسة عند طبيب العيون، عند المصور، عند محضر المختبر. فيما يقوم باستخدامها؟ إن طبيب العيون يستخدمها لمعرفة درجة النظر للمريض وفحص عيونه، والمصور يستخدمها من أجل تصوير الأشخاص، تكبير الصورة وزيادة تركيزها، فالكاميرا تحتوي على عدسة، ومحضر المختبر يستخدمها لفحص العينات ومعرفة مسببات الأمراض. هيا لنتعرف في النشاط الأول على طريقة استخدام العدسة المكبرة. عندما تقوم بفحص أي عينة باستخدام العدسة، ستقوم بوضع العينة أمامك، ثم تمسك العدسة المكبرة على بعد من 1 ل 2 سم من وجهك، وتنظر من خلالها مستخدما عين واحدة. فلو نظرنا إلى الصورة المعروضة أمامنا والتي تم استخدام العدسة بها، ماذا نشاهد؟ سنشاهد أن هذه الكلمات المكتوبة قد زاد حجمها وأصبحت أكبر من حجمها الطبيعي، والشكل الموضح هو لجسم تم تكبيره 3 مرات. فما معنى ذلك؟ ما معنى أنه تم تكبيره 3 مرات؟ معنى ذلك أن قوة تكبير العدسة 3x، وx تعبر عن عدد مرات التكبير. السؤال التالي، أذكر ما نعنيه بقولنا كتب على الصورة 8x. أحسنتم، x تعني مرات التكبير، إذن 8x أي أن الصورة تم تكبيرها بمعدل 8 مرات. والسؤال الآن، أذكر أي من قوى التكبير الآتية تنتج صورة أكبر. إذا كان لدينا عدة عدسات، أيهما 7.5x والأخرى 8x والأخرى 15x وأخرى 25x، أيهما تنتج صورة أكبر؟ أحسنتم، كلما زادت القيمة إذن زادت قوة التكبير، إذن 25x هي التي تنتج صورة أكبر. السؤال التالي، إذا كان هناك قلم رصاص عرضه 7 ملليمتر، احسب عرضه عند رؤيته بعدسة قوة تكبيرها 3x، إذن سوف نضرب عرض الصورة في 3 قوة التكبير، سيكون الناتج 21 ملليمتر. وبذلك نستنتج أن تعريف التكبير هو عدد المرات التي يظهر فيها الشيء أكبر، والعدسة المكبرة تجعل صور الأشياء تبدو أكبر. وبعد أن تعرفنا على العدسة، هيا لنتعرف على نوع آخر من الأجهزة يقوم بتكبير الأشياء، وهو المجهر. وهناك عدة أنواع مختلفة من المجاهر كما تشاهدون من الصور المعروضة. فمثلا هناك المجاهر الإلكترونية والمجاهر الضوئية، ونجد أن هناك اختلافات كثيرة بين النوعين. منهم من ضمن هذه الاختلافات أن قوة التكبير للمجاهر الإلكترونية قد تصل إلى 10
مليون مرة، أما المجاهر الضوئية فإن أقصى تكبير لها لا يزيد عن 1000 مرة. وسوف ندرس المجهر الضوئي. هيا نتعرف على الأجزاء الرئيسية للمجهر الضوئي كما تشاهدون من الصورة المعروضة، فهو يتكون من القاعدة والضابط الصغير والضابط الكبير والماسك والعدسة الشيئية والعدسة العينية والذراع والمنضدة ومصدر الضوء. وأهم الأجزاء بالمجهر الضوئي التي سوف نلقي الضوء على وظيفتها، نجد أن القاعدة، والقاعدة مهمة لدعم وتثبيت المجهر، وهناك الذراع لحمل المجهر، ولدينا المنضدة وهي يتم وضع الشريحة عليها، والشريحة تكون تحتوي على العينة المراد فحصها. بعد ذلك نجد أن هناك المصدر الضوئي هو الذي يزود الضوء لرؤية العينة، ولدينا العدسة الشيئية والعدسة العينية. العدسة العينية وهي تكبر الصورة للمشاهد وتكون قريبة من العين، والعدسة الشيئية تكون قريبة من الشيء المراد فحصه، ويكون لدينا عدة عدسات ذات قوة مختلفة لتكبير العينة. ولدينا أيضا الضابط الكبير والضابط الصغير، فالضابط الكبير هو عجلة كبيرة تستعمل لرؤية واضحة مع العدسة الشيئية الصغرى فقط، والضابط الصغير عجلة صغيرة تستعمل لرؤية واضحة. ولكن كيف يعمل هذا المجهر؟ ولماذا سمي المجهر الضوئي؟ المجهر الضوئي يعتمد أساسا على وجود الضوء، فيستخدم المجهر الضوئي الضوء الذي يمر عبر العينة إلى العدسة الشيئية التي تكبر العينة، ثم يمر الضوء من خلال العدسة العينية مما يكبر الصورة مرة أخرى. فعند النظر إلى عينة ما غالبا يتم وضعها على شريحة زجاجية شفافة، ويجب أن تكون هذه العينة رقيقة لكي تسمح للضوء بالمرور من خلالها. فنجد أن هناك تكبير للعينة من خلال العدسة الشيئية، ثم تكبير مرة أخرى من خلال العدسة العينية. وتعرفنا أن العدسة الشيئية تكون ليست عدسة واحدة، بل هناك أكثر من عدسة لكل منها قوة تكبير مختلفة. والصور المعروضة أمامنا هي صور تم وضعها تحت المجهر باستخدام قوة تكبير مختلفة. فنجد مثلا الصورة تم أولا رؤيتها باستخدام عدسة 4X، ثم عند استخدام 10X وجدنا أنها أصبحت أكثر وضوحا، وباستخدام 40X ازدادت وضوحا، و100X أصبحت واضحة جدا، ونلاحظ الفرق بين العدسة 4X و100X. وبذلك عزيزاتي نكون قد وصلنا لنهاية درسنا اليوم. أريد منك أن تتأكدي من تحقيق أهداف الدرس. والآن مع التقييم الختامي أجيبي عن الأسئلة الآتية. أكملي العبارات التالية: المجهر الضوئي المركب يتكون من عدسة فراغ وعدسة فراغ. السؤال التالي: يستخدم نقط المرئي لينتج صورة أكبر أو صورة مكبرة. ثالثا: أكبر تكبير يمكن الحصول عليه باستخدام المجهر الضوئي المركب فراغ مرة. الإجابة: المجهر الضوئي المركب يتكون من عدسة عينية وعدسة شيئية، ويستخدم الضوء المرئي لينتج صورة مكبرة، وأكبر تكبير يمكن الحصول عليه باستخدام المجهر الضوئي هو 1000 مرة. وفي النهاية أتوجه لكم عزيزاتي الطالبات بالشكر، وأتمنى أن تكونوا استفدتم من درس اليوم، ولا تنسوا القيام بأداء الواجب على البوابة الإلكترونية.